انا راه ما كاين حتى شي حاجه، لا شانطيات لا حتى شي حاجه، باش نشوفوا هما صحابي يهضروا اسا وتخربيقات شي كامل تعرفوا عاد شي حكروا حرام نهار تقرب انتخابات تبقاو يجيو لهنا تعرفوا يبنوا الضيوف اكدال وقهوي وداك الشيء هنا الشانطي الحاله الناس عايبه راه ما كاين حتى حاجه احنا قارين وما كاين حتى حاجه مثل المستقبل ولا شي حاجه. اش كنيت انت؟ نيشي ديش كنت المهم ما عليناش ترى هادشي اللي كاين راه ما كاين حتى شي حاجه هنا ما تنشوفهمش نهائيا مره عاول البارحه هي كسيده انا معوده بسبابيش بالشانطي 8 الناس ولا 10 كلشي مفرشخ فهمتيني وبزاف راه ماشي هادشي ما كاين حتى لا طرق لا ضو الضو ديما مقطوع كلشي ما كاين حتى شي حاجه فهمتيني راه والو تيعرفوا راسهم وهادشي اللي كاين خويا ما كاين لا طرقان هنا لا والو حنا مكرفسين هنايا وناسينا بحال اللي ما كاين والو الجماعه ما كتسمع كاين لا جماعه لا والو صوتنا وعينا والو ديش ما خدمتش معكم انا ها ديش خدم معكم بلادكم ما خدم ود البلاد وما خدمنا لا بلاد لا والو وما تجي الشتاء وهذا تتخسر بعد الطريق ما تبقاش بعدا كاين صفه نهائيا مازال وقت ضيعه الفلاحيه وهذا تطلع من هنا مقاول يدخلوا عندنا لا كاميونات لا حتى شي حاجه بسبب الطريق خويا الطريق ما كاين حالة حتى كتشوف الحالة اللي عطا الله هو هذا تقريبا انا في عمري 30 عام ديما كنسمع الطريق راه تصلح تصلح الطريق تصلح حتى تجي الطريق تيصاوبوه ماشي ما تيصاوبوهش ولكن راه الغش ما كاين لا طريق لا والو فهمتي واحد المرة بغاو يصايبوا الطريق قال لك اسيدي الطريق غنحبسوه ما يبقى يدوز فيها حتى واحد نمشيو نبقاو ندوزو من ليه على المنطقة ديال الخوادرة ودوز وهما اش يديرو ما كاين لا اصلاح لا والو واش الطريق غادي تدوز بكوش واحد ما عدوش بكوش واحد صافي قال لك ها هي الطريق تصايبت دوزنا مده ديال 3 شهور الطريق قاع تحفرات راه نتوما لقيتوها تحت القنطره ديال لوطوروت لقيتوها محفره ولا لا هذيك هي الطريق اللي تصايبات صورناكم صورتوها هذيك هي الطريق اللي تصايبات ولاو ثاني جاوا هاد الناس اللي كانوا صايبوا الطريق اللي خارجه للمرابيح شافوا ديك الحاله ديال الطريق والطريق محفره ولاو مساكن تاو معاك يلبقوا فيها قلنا لهم راه اش كاين اش كاين قال لك لا ما محسوباش علينا قال لك سيروا هضروا مع الرئيس ديالكم باش يتكلف ومشاو شي ناس هضروا مع ذاك الرئيس وهذا ما كاين حتى حاجه اللي عطى الله والسوق راه هو الرئيس كتشوفوه ديما ولا كتشوفوش والرئيس كتشوفيه قليل فيها تشوفي في الموتات تشوفيه في الموتات وفي شي تقدر تشوفيه غادي في الشانطي هو اما باش تشوفيه يجي يريح معاك ولا يهضر معاك ولا يقول لك شي كلمه ما كايناش يقدر يجي يتواضع معاك في واحد الحاجه يقرب الصوت يجي يقول لك ولاد عمي كذا هذا ديك منا شوفيه بحال هاد الحوايج اما في هاد الحوايج ديال الطرق وهذا ممنوع راه اي واحد يخدم تخدم على راسه صحيح باش يجي يخدم في هاد المنطقه راه ما كاينش تشوف فيه نهار الصوت ملي يكون الصوت كاين راه كي معانا ما كاين صافي تيسالي الصوت راه راه سالا معانا خاصنا بزاف ديال الحوايج وكاين بزاف راه باقي خاص الترانسبورات على الجد تجي تركب عفوا مثلا المدينة ولا هذا ما تلقى لا مركوب لا والو طرقة يعني ما كاينياش المدرسة ثاني ما كاين مدرسة الواد الحار ما كاينياش وبزاف ديال الحوايج اللي خاصنا هنايا سمعتي ولا بزاف ديال الحوايج راه ماشي هذا راني جاي نفكر كاينه بحال هكا في المثل ثاني تم غادي الطريق ولا تجي تعاود تطلع الولاد العربي ولا تكون شويه تمول هي في الاخبار ولا هذا راه ما دوزيش خاص توقف ليه في الشاط وتسنى طوموبيل طوموبيل تجي لنا ثاني شدوها البوليس خاص غير الخطافه على الخطافه واش تقول يجي كاين شي طوموبيل ولا شي طاكسيات ولا داكشي ما يوصلوش عندنا الطاكسيات تيخدموا بحال كون تكون الشاط مريق تيخدموا واحد العام ولا 6 شهور الشاط تيبقى يتشلق صافي ديال الطاكسيات تيحبسوا الطوموبيلات ما تنشوفهمش مره بالي يقدر